مساء الخير واهلا وسهلا بكم في برنامجكم الاقتصادي المؤشر. هذه حلقه خاصه نضيفها من العقبه. طبعا المناسبه هي افتتاح اكوا بارك العقبه لسرايا العقبه. هذا المشروع الاول من نوعه. طبعا العقبه تحتاج الى مشاريع اضافيه واكثر من ذلك واكثر، لكن هذه يعني بنقدر نعتبرها يعني حلقه مكمله لسلسله مشاريع سواء التي نفذتها سرايا العقبه ايجل هيلز او الشركات او المنتجعات الاخرى. على اي حال العقبه اليوم يعني بدات امس الفتح الشامل والغاء الحظر الشامل، طبعا عقبال عمان وباقي محافظات المملكه، لكن انا شفت البارح بالليل كيف الناس كانوا عطشانين للتجول بالليل والسهر. وايضا العقبه ستبدا باستقبال سياح من الخارج ومن الداخل، ولدينا مجموعه من المقابلات في هذه الحلقه ان شاء الله نتعرف على اليوم بافتتاح منتج جديد في العقبة الأكوا بارك ضمن مشروع سرايا
هاي إضافة نوعية لمنتج السياحة الأردني الحقيقة لمقصد السياحة العائلية. الحمد لله احنا العقبة كانت تجوز تفتقر لمثل هذا النوع من الفعاليات الترفيهية للعائلة الأردنية حتى للزوار من الخارج. فاليوم يعني سرايا اليوم افتتحت هذا المشروع اللي بالحقيقة بزيد مدة إقامة السائح على الأقل لمدة يوم واحد في مدينة العقبة، وهذا حقيقة مشجع يكون في دائما في المدينة فعاليات ترفيهية. العقبة إن شاء الله ستشهد حركة سياحية قريبا في الربع الأخير من هذا العام إن شاء الله، المؤشرات إيجابية من حيث الطيران العارض ومنخفض التكاليف. إحنا يعني كهيئة تنشيط سياحة داعمين بجمع شركائنا مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في دعم الطائرات ضمن اللي بتيجي على مطار ملك حسين. إن شاء الله في الرايان إير وإيز جيت سيستهدف رحلاته بشهر 10 أو نهاية شهر 10 من هذا العام لمدينة العقبة من عدة دول أوروبية، وهناك محادثات حقيقة مع شركة أخرى منخفض التكاليف إن شاء الله ستتوج بالاتفاق معهم قريبا. العقبة هي بوابة السياحة للأردن، وبأكد أنه دائما العقبة بوابة السياحة للأردن من خلال أنه الزائر بيجي بيقضي في العقبة أكمل ليلة بعدين بيكمل على وادي رم وعلى الفترة ضمن منظومة المثلث الذهبي. احنا اليوم بلشت إجراءات تخفيف الحظر وتم استثناء العقبة ووادي رم من القرار بلاغ دولة الرئيس فيما يتعلق في الحظر الجزئي، وبالتالي هناك أنشطة سياحية وترفيهية على مدى 24 ساعة في العقبة ضمن البروتوكولات الصحية اللي أقرتها الحكومة. هذا بيشجع أكيد من العديد من الدول أن يجوا على العقبة كوجهة سياحية آمنة صحيا، وهي الرسالة عم نوصلها الآن في الخارج. القرار مبارح من دول الاتحاد الأوروبي باعتبار الأردن دولة خضراء، هذا سيساعد في إن شاء الله في جلب المزيد من السياحة وتشجيع السياح لقدوم الأردن كوجهة سياحية آمنة. نحن بانتظار إن شاء الله عودة تدريجية للسياحة، بلشنا نشوف ملامحها الرئيسية الآن. طبعا الآن إحنا برنامج أردننا جنة اللي بتقوم فيه وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، الآن في حركة سياحية الحمد لله المواطنين الأردنيين في مدينة العقبة ووادي رم. إن شاء الله كمان نشوف في مدينة البتراء أرض أيضا يكون في عنا مبيت إن شاء الله قريبا، حتى إحنا كمان نساعد إخواننا وزملائنا في فنادق البتراء اللي سيتم تعديل البرنامج إن شاء الله بيتواكب مع التطورات المتعلقة بالحظر الجزئي، إنه استثنوا هذه المنطقة من الحظر الجزئي، وبالتالي يكون في مجال إنه أكثر تتشجع المواطنين الأردنيين يروحوا على مدينة البتراء ضمن المثلث الذهبي. إحنا إن شاء الله كهيئة تنشيط سياحة سنعمل مع شركائنا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي على تسويق وترويج المثلث الذهبي كوجهة سياحية داخليا وخارجيا. منتج سياحي جديد يضاف إلى مجموعة المنتجات إلى المنطقة الخاصة ويزيد من تنافسيتها. العقبة كانت تنتظر مثل هذا المنتج، سيعمل على إضافة شرائح جديدة من الزوار، وبحيث تكون مدينة العقبة هي مدينة للعائلة. العقبة وخطتها المستقبلية بعد كورونا إن شاء الله سيكون هناك توجه
إلى الأسواق المحيطة فينا في فلسطين وفي السعودية، بالإضافة إلى دول الخليج العربي لاستقطاب السياحة وخصوصا سياحة العائلة. هناك توجه كبير من قبل وكلاء السياحة والسفر من الدول العربية المحيطة في الأردن لجذب السواح والحصول على مكتسبات وحوافز للطائرات العارضة والطائرات المنخفضة التكاليف. بالنسبة لهذه المدينة هي الأولى في العقبة وفي المملكة، وهناك مدينة أخرى إن شاء الله مع حلول العام المقبل ستكون قيد التشغيل. مدينة العقبة تعتز وتفتخر بتطوير منتجات السياحية، وهي بشكل يومي وبشكل شهري تقدم منتجات جديدة تساهم في إطالة مدة الإقامة وترفع مستويات الإنفاق، وهذا يكون له عائد اقتصادي كبير على أبناء المجتمع المحلي وعلى القطاع التجاري والقطاعات الاقتصادية المختلفة. نتطلع من خلال الإعلام إلى زيادة الترويج والتسويق إلى المنطقة الخاصة، وإلى إيصال رسالة الأردن بأن المملكة الأردنية الهاشمية مدينة العقبة هي منطقة آمنة، وأن منطقة المثلث الذهبي هي منطقة خضراء تستطيع أن تستقبل السواح بكافة أصنافهم، وتستطيع أن تؤمن كل ما يتم طلبه من خدمات. بإذن الله سبحانه وتعالى خلال العام 2022 ستزدهر العقبة وستقوم بتطوير منتجات سياحية أخرى، بالإضافة إلى زيادة أعداد الغرف اللي وصل حتى الآن إلى ما يزيد عن 5600 غرفة فندقية من كافة التصنيفات. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. يسعد مساكم. احنا اليوم طبعا في متواجدين بسرايا العقبة والألعاب المائية الحالية الموجودة، وتم افتتاحها قبل قليل. هذا مشروع كبير يتعلق بالسياحة، إن كانت سياحة داخلية أو سياحة خارجية. الأكوا بارك هذا تابع إلى شركة إيجل هيلز المملوكة إلى حكومة وشركات أبوظبي. طبعا من ضمن استثماراتهم في منطقة سرايا العقبة وعدة استثمارات تجاوزت 4 مليار دينار، وحقيقة هذه المشاريع نفتخر بها من إخواننا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالذات إخواننا في أبوظبي، على ثقتهم بأن مشاريعهم إن شاء الله هتكون ناجحة في المملكة الأردنية الهاشمية. ونتمنى أن نرى أيضا هناك مشاريع إضافية من قبل إخواننا في شركة إيجل هيلز في مختلف محافظات المملكة. أكيد لهم مشاريع في عمان، أيضا فنادق، ومن ضمن مشروع سرايا عقبة أيضا يوجد هناك 3 فنادق على تصنيف 5 نجوم، فتكون هذه الشركة مالكة إلى 4 فنادق في منطقة سرايا العقبة. وبالحقيقة نحن كلنا أمل أن نرى الاستثمارات الخليجية
في جميع محافظاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية، وعودة إلى السياحة الداخلية لاحظنا في الآونة الأخيرة والحمد لله أن هناك إقبال كبير على السياحة إلى منطقة الجنوب، وإخواننا في منطقة المثلث الذهبي يقدموا كل المشورة والمساعدة إلى إخواننا القادمين إلى منطقة العقبة. السياحة الخارجية بإذن الله تعالى في شهر 10 حيكون هناك الانفتاح الكبير من قبل هذه المؤسسات وشركات الطيران منخفضة التكاليف وأيضا الشركات العارضة، وهناك جهد كبير يبذل حقيقة في المثلث الذهبي لاستقبال واستقطاب السياحة الخارجية. فنتمنى إن شاء الله إلى أردننا كل التوفيق بجميع قطاعاته، ونتمنى إلى قطاعنا السياحي التعافي في أقرب فرصة ممكنة. سيداتي وسادتي، بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي، يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل، إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعداداً للهبوط، وشكراً. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. سرايا العقبة، الوجهة السياحية والترفيهية متعددة الاستخدامات على شاطئ البحر الأحمر، تضم مزيجاً فريداً ومتميزاً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية التي تمنح الزوار والمقيمين تجربة استثنائية للعمل والسكن والترفيه. تضم سرايا العقبة مجموعة من الفلل الفاخرة، مساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً، وتم تجهيز كل الفلل بغرف نوم رئيسية فاخرة وغرف معيشة واسعة وأماكن مخصصة لتناول الطعام ومطابخ كبيرة وأنيقة وشرفات تطل على المسابح الخاصة. وقد صممت المنازل بأسلوب راقي وجذاب لتضم فناءاً أمامياً وحدائق خضراء ومساحات متداخلة ذات مناظر طبيعية رائعة، في حين تضم المناطق المشتركة مسابح وملاعب ومناطق للتنزه تضمن تلبية كافة الأذواق. اختبر متعة الحياة الفاخرة وانعم بالراحة في نادي شاطئ الحصري لسكان سرايا الذي يقع في وسط سرايا العقبة. يعيد مشروع سرايا العقبة صياغة المعنى التقليدي للسياحة والسفر بأقصى درجات الفخامة والرقي، وذلك من خلال فندق المنارة من فئة الخمس نجوم. سرايا العقبة ما بين الراحة والاستجمام والفخامة والرقي.
A1 TV.